Hi, good morning. Welcome to... ادري طلعنا التحدي من قبل بس ايش يسوي؟ بس هذا ترى بينبضل جديد، في نكهة جديدة، تو فليفر جديدة. شوف هنا يقول لك تو فليفر. شوف هنا، ايش رايك بالغلاف؟ حلوة. جاهزة؟ جاهزة؟ طبعا لا. جاهزة؟ لا. اوه ماي جاد، كثيرة. اوه ماي جاد، بنلعب. اختي تلعب معنا بس كبر. تعالي قرب. تبوني اختنا يلعب معايا؟ لا 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 لا، حنلعب مع اختي. انا اختي حتكون برا، ما حتشوفون غصب عنكم. احنا نطلعها في ستوري. اوه ماي جاد، شفنا اختك قفطنا. بس ما يعني عادي، بس ما نطلعها كذا. هنا اللي حتحدد ايش حتاكلي، ايش حناكل، ايش حناكل. انت ايش حتاكلي؟ انت ايش حتاكلي؟ يا كنت انا اشوف يوتيوبرز يلعبونها. ما توقعت اخيرا جا دورها. ما توقعت يوم ايوه اسوي مقطع. وين هنا قاعد يتحداكم. اما لا لا جميل جميل. اختي كذا باردة، هي مرة باردة. كاس يحط راسه، اقسم بالله. هذا تو الريحة، كيف إذا استذوخنا طعمه؟ يا رب تكفى. كيف والله ريحة تراش؟ هذه الحلقة في والله ما أمزح، ريحة تراش أقسم بالله. لا تشوفي أنت بعد تطرشي قدامي. ترى كنت حاسبهم يمزحوا كذا عباطة. والله حقيقي، والله حقيقي ريحة تراش. خليني أقول لكم في بعض الأشياء غبية وغريبة. في طقعة حق الحيوان. بخليكم يشموا. هذا بنات ريحة والله. الأوتيل حيطردونا، صاحب الأوتيل حيطردنا، يقول ايش الريحة؟ كاز ريحة طقع والله. بعد المقطع يقول حيفرش اسنانه وحيسوي كل شيء. والله الناس يتبروا مني. يلا يلا والله ما نطول عليكم، لأنه أنا ما أقدر أتحمل. لا نقفل الصندوق بنفسه. يلا I'm so excited. لا 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 يا حاجة ورقة مقص. طبعا انا حجرب اول. يلا بسم الله. يحسب 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 يحسب. بارش او بار يعني خوخ. ايش ايش خوخ ولا طراش؟ ما ابغى باف حق الناس. كيف جابه؟ كيس الريحه مره قوي. يا رب يا رب تكفى. بيت ماي كلها ما تشمي. والله حالي امي جايه. انا حبيبي. اوكي ستوب ستوب. برثدي كيك ولا ديرتي ديش ووتر؟ كيف طلعوها؟ الله يوسخ. كيف طلعوها؟ وين في اثنين؟ في ذا وذا. برثدي كيك. هذا برثدي كيك صح؟ اما لا لا لا، شوفي هذا، شوفي ذا، شوفي توتي فروتي. اوه ذا يا اشكالهم كلها نفس الشيء. وين نفس الشيء هم؟ يا رب تجيك يا مواعيد. هذا انتقام لاني ما كنت تغسلين مواعيد. يلا لا ماما ما فكر بايجابيه. ترى انا فكرت بايجابيه عشان كذا جيت اخوان. والله صابون صابون جذاب صابون. اوكي دول اختي الكبيره. تشوف انا بعض الاحيان لما اكتب كاكا وزي كذا صح يقول كاكا. ايش كاكا؟ الله كاكا. احنا عندنا مريض كاكا يعني. كبيرة دحين دور اختي الكبيرة. ايش من اللي مطبوخ على النار ولا ستينك بوك اللي هو حشر، يعني حشر مقرفة. اوف اوف عليا عليا، وش الحظ ذا اللي فيكي؟ يلا بسم الله. انا قبل اعرف ستينك بوك. انا عارف اختي حظها حلو. فكر مشملو، تتوقع مشملو؟ علي تاكل لا تاكل ستينك بوك. عليا بوك كذا علي اسمعت ستيكي بوك. مشمله مشمله مشمله. كيف يعني كيف طعم؟ حلو حلو يا جماعه. شكله مشمله. لا والله عليا حظك كويس، حظنا حلو. قلت الحلاوه كله ريحته معفنه، لانه اختلطوا. ما عليك
خبرتي كيك مو هو ولا درتي وش عشان نشوف حظها يعني. يعني حتى مطراش كيف جاب الطعم؟ انا مره محتاره بينها. امي لا تاكل الدش وطرتي بعد. لا هي هو حلو. طب لا تطلع كلية رجعي. سكر والله خسارة طلعتها. بالحال ما جاني شيء حلو. شوف هذا يعتبر انه اخذت نقطة. ايوه حتى جتها شيء حلو بس طلعته. انا مرة اوف وش ذا معصب. لا جاني هذا توتي فروتي ولا ستينكي ساكس. لا انت تمزح. كيف طلع الشراب؟ لا كيف بعرف طعم ستينكي هذا الساكس شراب؟ من ابوتي يا رب شراب. لا لا توتي فروتي والله لسه توتي والله سكر حلوه. خلا قلت لك الله يجيك حلها. اوكي عليا اوه يلا عليا دوري. اوه اسود مره واحده. تينا ولا بصل وليفر؟ المشكلة اختي ما تشرب كابتشينو يعني في حالتين اختي ما تشرب حالتين حتطرح ذا معاه ايه؟ ليفر صح؟ معاه مين؟ معاه تاكلين معاه؟ ايش دومبي انت ولا ايه؟ بسم الله جرب سبايك كابتشينو كابتشينو بجرب كابتشينو جايز ايش زبدة البوب كورن ولا بيض بني؟ شوف البيض بني يعتبر مفيد صح؟ شوفوا امين العافية بسم الله. بيض بني او بوب كورن بتر يعني زين حلو. ايش تاكل بيض؟ تاكل بيض بني؟ يدوب والتست مارشميل ولا حشرة ستينك ستينك حشرة مقرفة كذا محروقة. شوفوا أنا ما أعرف والله ما أعرف لأن أنا في متخيلاتي كل ستينك باي ستينك باي ستينك باي أيوه بس يمكن يطلع بشاميل له. الله مرة ثانية اكلتيها شفتي فروت الحلاوه ذا ولا الشراب معفن؟ يا هذا خطير تفضل. ماني مره ابغاها تتفل والله الحين ابغى اتفل. يا ساكس انت بتاكل مو دي فروت خلاص ساكس ساكس اكلتها طلعيها من جدك ساكس. هذا كيف عرفتي انه هو ساكس؟ لانه مو حالي جاني تحركتيه عشان ابغى اشوفه. ستوبري بانانا سموذي ولا ديد فيش؟ بسم الله سمك ميت هذا عذاب مو لعب. ايش في ليش ما اعرف احرك؟ مرة ثانية زي حقت حسنة بيت ولا بعرف على حظ. اها ايش حقي؟ ايش حقي مرة ثانية؟ خوخ ولا خوخ؟ ابي خوخ ريحته قوية مرة حلوة فأول ما تلقى خلاص تعرف اني خوخ. دور اختي. شو هذا ذا؟ هذا هذا ايوه هذا ذا انا هذا حالي؟ تاكل مواعين اليوم؟ ثاني مرة ما تاولي ثالث مرة. يا الله انا ليش تعمل كذا؟ تخيل وش مخاط؟ وات؟ لا مخاط يا جوافة يا مخاط. عصير جوافة لانه قد جوز. الله يكرمكم. يا رب مو مخاط. حتى لونه زي مخاط. شوف زي مخاط. كيف يسوي ذا الطعم بيبوزه؟ كل شركة ياخذوني المزكمين يلا طلع من خاطري في الحين طلع لا ترمي تب يا الله بسم الله. جيرانا قليل حياة يعني هم برضه ما يطمن ان شاء الله مخاض عشان تعاني زي ما العانيت. انت ما كنتي مخاض؟ لا زي اكلت شيء ثاني بس ما كنت ساكس مخاض حق الناس. خلاص صعب تضحك اليوم كيف سووها؟ صح طعم شوفوا بقى. اذا مرضنا يعني كله من هذا طيب؟
ايه نرفع قضية لشركة بنبوز نرفع ازرق ما جربنا ايش هي؟ واو بس هو بين هذا خلينا نختار ازرق بين البلو والتوسبر شوفي عندنا ازرق كثير هنا في حظي والله مطقبة مع ملابسي كله ازرق وانا مطقبة مع مخاط دوب الله يقدر كيف ذي حار؟ اذا حار هو ذا جلستن بلوبري يا حظي قمر يلا دور اختنا الكبيرة اوه هذا جديد ما جربناه رمان ولا لصق جرح قديمه لا عادي تحب رمان هلا زعلان رمان يا عمي حظ اعطيني من حظك على ايش تبغى انا او زي اختي دوبو بس احس طعم بس تطلعينه تدري ايش طعمه محروق مشكلة اختي لو تجيها شيء معفنه بس تطلعها عادي انا احس يسوي دراما واشياء واع للحين الطعم لاصق فيني مخاض ولا جوافه يلا اختاري كل اخضر ما ابغى انا ما اكل مخاطي كيف اكل مخاط الناس جوافه لانه مو متعفنه وكانه تسوي حلو اوكي يلا علي اختارك ازرق ياس علي اختاري كل ازرق هنا ممكن اختاري واحد معجون اسنان ولا بلو بيري تاكلين ولا عادي؟ تاكلين يا اخي اختي تاكل معجون اسنان يلا عادي الاسود زي دوبو ممكن امعاء بنية يعني كابتشينو والله بالضبط زي حلاوة ذاك كي درام يسوي اعلان زي كوفي زي كوفي اسود بس هو حسنا قال طيب الحين لما نختم الحلقة فناخذ كذا ثلاثة منهم تسيبيني اموت ولا جد حناخذ ثلاثة ثلاثة حبات قبل عينك ثلاثة بس ثلاثة واحد اثنين ان شاء الله هذا كوفي وان شاء الله هذا بلو بيري وهذا ان شاء الله بيست كيك ان شاء الله شيء حلوة واحد اثنين المشكلة اذا في واحد مو حلو خلاص حيخرب كل شيء معجون اسنان حار والله سبسكرايب وشير خلاص اشتركوا باي سي نيكست تايم